الحين بس عرفت السر وراء استمرار مؤتمر تمكين للشباب لعشر سنوات. ما حد بيفهم كويتيين زي الكويتيين نفسهم. العلاقات والكونكشنز يعني هذا أهم شيء. كل ضيف يعني ضاف لي عديد من المعلومات. ودي أسوي بزنس العطورات. كسبت معارف وايد، مهارات جديدة. أول مرة تطوع بمؤتمر تمكين. متطوعة من 2013. لحقت على قولتهم جنريشنز مختلفة من الشباب. الكويت سيليكون فالي الخليج، بهذه الكلمات أطلق السيد حمد البكر هذا الوصف على الكويت. أنا من هنا يعني كنت متحمس وأقولها أنه فعلا أنا شايف إبداع كثير بالشباب الكويتي من فترة، يعني من نتكلم من آخر عشر سنوات، وفي كثير من المشاريع طلعت من الكويت وبعدها توسعت الباقي دول الخليج وتوسعت حتى العالم العربي. اليوم احنا عندنا شباب واعي، شباب متفتح، شباب متعلم يجتهد في اكتساب المعلومة عشان يوصل حق الهدف اللي هو يبيه. لما تشوفين ناس جايين من أماكن مختلفة، ممكن كل واحد الباك جراوند اللي عنده يكون غير عن الثاني، دائما هالديفرنت باك جراوندز تطورنا. وبقول كلمة زي ما قالها سمو الأمير محمد سلمان، اليوم الاقتصاد صار مجموعات وليس دولة، فكان يتكلم سمو الأمير محمد إنه أوروبا الجديدة هي منطقة الخليج، فلما يصير سيليكون فالي هنا بعدين يصير السوق أكبر بالسعودية بعدين التسويق من الإمارات، حنكتمل مع بعض ونطلع بشيء مميز إن شاء الله. صار في وعي أكثر خاصة بالستارت اب سين، ولاحظت إن الشباب قاموا يركزون على بالأحرى مصادر دخل غير المصادر دخل الحكومية. طريقة التفكير يعني مثل ما قلت مساء تفكير خارج الصندوق، يعني ما نتبع قالب معين وفي اتخاذ القرارات. يعني المؤتمر ألهمني وعطاني أسباب رئيسية أن أنا أقدر يعني شون وضع أن أنا شون سهولية أن أنا أقدر أفتح بزنس وشلون والطرق والمخاطر اللي أنا أقدر أواجهها بنهاية الطريق. شوفي هو ضاف لي بالسكيلز وايد، يعني بنت شخصية قوية، علمتني وايد أشياء، خلتني أن أنا أتعامل مع الناس بدون لا أستحي وأرتبك وأصعد وأتكلم. سبعين بالمئة من المواصفات العميل هي تنطبق على مستوى العالم كله، 30% الباقي هي اللي تحسبها حسب كل منطقة، وجودة التسويق وجودة التعامل انك تقدر بال30% تتعامل مع الكويتي غير السعودي غير الاماراتي غير القطري. في نقاط تكون يعني عامة ساعدوني اني اخليها مثلا نقاط خاصة في امور ما كنت افهمها قبل، مثل هالتجمعات تقوي العلاقات ما بينهم، تكبرهم مع بعض وتخليهم يكبرون حتى مع بعض. الكويت اول دولة خليجية يعني دخل عليها تقنية تطبيقات التوصيل، لكن ثقتنا بأنفسنا كبيرة، زائد أننا ندعي أننا نعرف العميل الكويتي وش يبغى، بالإضافة أنه جاهز بالكويت تدار عن طريق شباب كويتي. نماذج ملهمة أنا شخصيا تأثرت فيها، نماذج أحضرت كل الأدوات وحطتها ما بين إيدين الشاب الكويتي علشان يستخدمها في السوق ويبدي وينطلق في أفكاره.